أرنبيط. عيني دمعت، بقى طعمه صعب. انا هعترف، خلاص انا هعترف، انا بعترف انا ما بحبش الفيديو ده، بس بعملها ليه؟ عشان بتعجبكم انتوا. عشان كده تقولوا دايما بعمل لكم الفيديوهات اللي بتعجبكم، لان انتوا اهم حاجه في القناه. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ رجعت لكم فيديو جديد. طبعا انسوا المقدمه الكئيبه اللي عملتها في الاول دي، سيبكم منها خالص، مش مهمه اصلا، لان انا متحمس للفيديو ده، لان هو هو وحش وهيتعبني يجيب لي مغص، بس مش مهم اي حاجه، عشان ده ليكم انتوا. شكرا جدا، وانا فرحان ان انتوا رجعتوا لي تاني في فيديو جديد. النهارده بقى ده التحدي القوي المخيف المكروه اللي كل حاجه انتوا تتخيلوه. قبل بس ما نبتدي اي حاجه يا جماعه، شجعوني عشان خاطري، شجعوني لو انتوا بتحبوني يعني، واعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لو انتوا مش عارفين ازاي. يا جماعه بحط لكم شكله عامل كده، هتلاقوا في علامه مكتوب سبسكرايب او اشترك في القناه، اشترك فيها. خلينا بقى نبتدي على طول في الفيديو. الفيديو ده اتعمل مره واحده بس في القناه، وكان مره صعبه قوي يعني. ريحه وحشه قوي دي. دلوقتي صعبه قوي يعني عليا. الخلاط تعبان، اللي هيتعبني وهيجيب لي مغص. هشرح لكم بس بسرعه عشان مش عايز ارغي كتير. دلوقتي عندنا الويل ده او ده، هيتحط لكم في حته هنا في الشاشه مكتوب فيه الاكلات. تعالوا نقرا الاكلات مع بعض، وزي ما انتم عارفين طبعا هنعملها بالحظ، واللي هيجي لي هيتحط في الخلاط، وفي الاخر المفروض اشربه. لو ما شربتوش هعمل عقاب وحش قوي انا في دماغي دلوقتي، هعمله في الفيديو ده وهقول لكم عليه بس بعد ثانيه. تعالوا اول نقرا الاكلات او الحاجات اللي هتتحط في الخلاط اللي عندنا. هم زي ما قلت لكم 20 حاجه، و10 بس منهم هيتحطوا هنا و10 مش هيتحطوا. ماشي يا جماعه، فهمتوا؟ هم اصلا معظمهم يعني 90% اصلا منهم حاجات وحشه قوي، فكده كده انا يعني فيديو صعب عليا. بصوا يا جماعه، انا حطيت لكم الحاجه كلها هنا، بس انا عندي على الموبايل فهرمي الموبايل وانتوا هتبقوا عندكم، فاهم؟ انا غبي فاهمين؟ وحاجه ثانيه اقول لكم يا جماعه، لو لقيتوا اي كلام مكتوب بطريقه غلط اعذروني، انتوا عارفين ان انا في العربي يعني الله يكون في عوني في كتابه العربي. معانا ليمون، طعميه، بطاطس، قرنبيط، صوص شطه، كمون، كاري، بسكوت، مان، صوص هندي، عسل، 7 بيبسي، زبده فول سوداني، اختيار. هقول لكم الاختيار ده ايه بس ادوني ثانيه بس اقول لكم معناه ايه. لبن، لوز، لا شيء، اقول لكم برده معناه ايه. كاتشب، سكر، وطحينه. عندنا الاختيار يعني انا اختار اي حاجه من اللي عندنا هنا، وعندنا اللا شيء يعني الدور ده مش هيحصل، سكيب يعني. حاجه ثانيه بقى، لو انا خسرت مش زي ما فاتت، لو انا خسرت العقاب هيبقى هنا حاجه انا ما بحبهاش خالص، اللي هي ايه؟ هاخد معلقه زيت. انا الزيت عندي عندي مشكله مع الزيت يعني، باكل زيت بس لازم الزيت عندي يبقى خفيف قوي، ما احسش بيه عشان انا بطني بتتعب منه. فهاخد معلقه زيت ساده حاف لو انا خسرت، ودي حاجه بالنسبه لي صعبه قوي يا جماعه. ماشي يا جماعه، يلا بينا هنبتدي اهو. 1 2 3. قرنبيط اكتر اكلتين بحبهم، محشي الكرنب والقرنبيط من اكتر الاكلات اللي بحبها. هو بالنسبه لي حلو بس في عصير. فالقرنبيط اهو معانا، اهو القرنبيطه. اوكي، تاني حاجه لا شيء، الحمد لله. ثالث حاجة معلش مش وحش، لا اللوز مش وحش معلش. اللي بعده جو يعني ايه كون؟ قلت لكم اعذروني في العربي يا جماعه، قصدي كمون. كده كفايه، 1 2 3. هو كله بهارات؟ هو انا هيبقى ده كله بهارات؟ يعني كنت مكتوب كاري احسن من غيره. بسكوت اهو، طعم الفراوله. نوصل اللي بعده، 1 2 3. لا 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 ملح، ايوه ملح احسن من تاني اللي كان هيجي، بس برضو ملح. كده انا ناقص لي 4 حاجات وخلاص. خلاص، 1 2 3. اختيار
ما هو الكاتشب ده يعني استغفر الله العظيم لما هو بيتحط بيبوظ اي حاجه. لو بيتحط في العصاير انا جربت، انا عارف اصلا التحدي اللي فات. كفايه قوي ده الحاجات. 1 2 3 ايوه يس ده اللي انا كنت عايزه الحمد لله. ده بيحل اي حاجه محطوطه. اللي بعده حاجات سهله بقى، حاجات سهله بقى. اختيار عندي ليمون، عندي طعميه، بطاطس لا، صوص شطه لا، كاري، صوص هندي 7 ممكن عشان مسكره، بيبسي، زبده فول سوداني، سكر. بس ممكن احط سكر، بس السكر هتبقى كانه حاجه انا سهلت على نفسي شويه صح؟ بلا السكر احط 7 ان هو برده ايه حاجه وحشه شويه بس برده في الوقت مش هتوحش قوي عشان عايز التحدي ده يبقى قوي. با يلا لا ليه عشان خاطركم زي المره اللي فاتت برضه ما قلت لكم المفاجاه دي هعمل مره واحده بس زياده عشانكم اهو. حطوا بقى لايك يا جماعه. 1 2 3 بس اوف 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 بيبسي. اوكي عندنا خلاط اهو وعندنا كوبايه. اتفق اهو قبل ما اخلطه لو انا ما شربتش على الاقل نصها هتعطل. سبت نصها يبقى خلاص انا كده معاك. ماشي يا جماعه اتفقنا عشان انا زيت عندي صعب اهو. 1 2 3 اوكي كفايه. بجد بقى اوكي. بص هو اكتر طعمين ظاهرين او ريحه ظاهره الكاتشب والكمون. 1 2 3 طلعيني يا جماعه عيني دمعت. لا طعمه صعب بجد، طعمه صعب قوي. انا شفت بق صغير قوي متهيألي اصلا كله نزل. هجرب تاني برضو اخر مره. لا اخر مره عشان فعلا انا مش عايز اصدمكم بس فعلا. ولا اي منظرة فعلا طعمه فعلا صعب يعني. والعقبة زي ما اتفقت. انا عندي العقبة ده زي بالظبط زي العصير اللي فات كله عشانكم. معلقة اهي. فيديو جاي مش هيبقى كده، فيديو جاي هيبقى اسهل ليا عشان خاطري بليز. 1 2 3 مش قادر. A few moments later. صعب بجد. ماشي يا جماعة قبل ما نقفل بس حاجة واحدة أخيرة. رجعت تاني وعمل لكم إني أقول اسم واحد فيكم في كل فيديو. الاسم اللي معانا النهاردة سيف رفيق كل سنة وأنت طيب يا سيف، وكتب لي الكومنت بتاعه. ولو أنت أو أنت عايزين اسمك يطلع في الفيديو الجاي كل اللي عليكم إنك تكتبوا لي كومنت تحت عن أي حاجة تابع الفيديو ده، وأنا إن شاء الله أختار عشوائي اسم واحد أقول في الفيديو اللي بعده. حاجة مني فرحتكم زي ما أنتم بتفرحوني، ما تنساوش اسمكم ما جاش، وإن شاء الله بقول في الفيديو اللي بعده. أشوفكم في الفيديو الجاي. يلا مع السلامة.